صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في زمن نوح عليه السلام هل قومه الذين أهلكهم الله تعالى يقول أحسن الله عليكم في زمن نوح عليه السلام هل الذين أهلكهم الله تعالى هم الذين دعاهم نوح عليه السلام فقط وهم الذين كانوا يعيشون في الأرض كلها، أم أن هناك كان أشخاص متفرقون في أماكن من العالم؟ يا أخي لا تسألني عن شيء لا أعرفه، هذا من علم الغيب الذي لا أعلمه إلا الله عز وجل. نعم.